إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوفت بقناة الشعب، هذا البث المباشر والعاجل من داخل مستشفى ثانية ترمل. شاب كتب له عمر جديد بطبيعة الحال، فالفضل كيرجع لله عز وجل وكذلك الفريق الطبي هنا بمستشفى ثانية ترمل. هذا الشاب اللي تعرض لأكثر من 5 ديال الطعنات اللي هي قاتلة، والعملية فهي طلبت أكثر من 5 ديال الساعات ونصف داخل غرفة العمليات. برافو لكل الأطقم الطبية الصاهرة هنا على تقديم العلاجات الضرورية لجميع المواطنين والمرتفقين الذين يقصدون مستشفى ثانية ترمل. وشنو الاسم ديالك؟ والسي نور الدين بطبيعة الحال فهو شاب كيخدم على راسه، حداد صدور، وهاد يعني هاد الجريمه اللي كان تعرض لها ربما كانت غادي تفقد الحياه ديالو، ولكن ربي كتب له عمر جديد وكيف قلنا فالفضل يعود لله عز وجل وكذلك الاطقم الطبيه. سي نور الدين طمئن على الحاله ديالك الصحيه. دابا الصراحه الحمد لله بخير، كنشكر الطاقم التقني ديال سبيطار ثانية درمان، كنشكر الجميع اللي قاموا معايا بالواجب ديالهم الله يجازيهم بخير. يعني في الاول كنت انت كتقول للوالد ديالك ان شاء الله غادي يكون خير؟ انا في الطريق كنت كنقول للوالد، كنقول ان شاء الله بحول الله انا باقي غنعيش، باقي غادي نطول لي ربي في العمر، هو كيقول لي كان كيقول لي محال ان شاء الله، كنقول له عين ما تخافش الوالد انا ان شاء الله باقي نعيش. دابا ان شاء الله اليوم غادي تخرج في ان شاء الله بحول الله. شنو تقول للاصدقاء ديالك؟ الاصدقاء ديالي اللي جاون عندي شكرا، واللي ما جاش الله يجازيه بخير عاود ساعدوا معايا، كي اللي دعا معايا من المكان ديالو الحمد لله على كل حال. شنو تقول لهاد الاطر الطبيه اللي قدموا؟ الاطر الطبيه الله يجازيهم بخير، الله يعطيهم الخير. كنشكر الطبيب ديالي اللي عمل لي العمليه كمال كيرات، الله يعطيه الخير، الله يجازيه بخير، الله يخليه لوليداتو. اليوم غادي ترجع للدار فرحان؟ الحمد لله، والله الا فرحه ما تصورش. الحمد لله. الواقعة كيفاش وقعت لك؟ واش هاد السيكل عندك؟ صراحة ما نكذبش عليك، ما بقيتش عاقل على والو، أنا عي كنت جالس في الحومة، أصلا ما كنعملش مشاكل في الحومة، ما عمري دابست، ما عمري أول مرة اللي كيتسلط عليا هاد السيد هذايا، ما عرفتش الله أعلم. نتمنى إن شاء الله تكون آخر مرة. إن شاء الله بحول الله. تعاملوا معك مزيان؟ دابا لا أنا دابا الأمور مزيانة الحمد لله الصراحة، الله يجازيهم بخير. فرحان الحمد لله، غادي نمشي للدار وعاودكم الوالده تما، شوف العائله ديالي عاود ونتلاقى معاهم من جديد. شحال جاو فيك ديال الطعنات؟ الصراحه ما نكذبش عليك ما بقيتش عاقل، انا جيت اصلا عاقل على راسي عي ما جي في الاسعاف، ما عرفتش اش من داق فيا واش من حتى جيت هنايا، جيت الطبيب هو اللي قال لي راك جا فيك الدقة، وما قال لي شي بالضبط فهمتي، قال لي عندك الدقة على مستوى الكبد والقلب والطيحان، هادشي اللي كاين. نتمنوا لك الشفاء العاجل. إذا متابعينا الكرام، سي نور الدين فكتب له الله عز وجل يعني حياة جديدة، نتمنوا إن شاء الله أن تكون هذه آخر مرة كيتعرض فيها للاعتداء، خصوصا وأنه كيقول شاب خدم على راسه صدور يعني ما كيديرش المشاكل، ونتمنوا كاين إن شاء الله أن هاد الناس اللي تعدوا عليه ولا الشخص اللي تعدى عليه أنه يلقى الجزاء ديالو، خصوصا وأنه تعرض لخمسة ديال الطعنات اللي هي كانت قاتلة لولا الألطاف الإلهية، لولا التدخل ديال الأطباء. طبيعة الحال كيف كتشاهدوا معنا هذه الغرفة اللي كيتواجد فيها متابعينا الكرام نور الدين يعني بوحدته، يعني حتى الأطر الطبية فهما موفر له جميع الظروف ديال الراحة من بعد ما خرج من الإنعاش، تقريبا 3 ولا 4 ديال الأيام هو في الإنعاش، والعملية فهي طلبت أكثر من 5 ديال الساعات ونصف، وكيف قلنا فالشاب نور الدين فهو تعرض لخمسة ديال الطعنات، إلى جانب أنه يعني تم الرتق ديالو بأكثر من 100 غرزة على ما أعتقد. باقي التفاصيل يمكن غادي نكتشفوها من خلال مباشر آخر مع الطبيب اللي سهر على العملية وتتبع الحالة الصحية ديال نور الدين. إذا متابعينا الكرام ما بقى لنا إلا أننا نودعكم على أمل أننا نلقاكم إن شاء الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.